معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاك وتوته مراد. هنعمل النهارده اكتر وصفه بتسال عليها دايما على الصفحه، وهنا برده لما بتيجوا تكلموني بتسالوني على الكفته المشويه. طيب بما ان الكفته المشويه اساسي في العيد او من الاكلات اللي دايما بنحب نعملها في العيد للناس اللي ملهاش في الاكل اللي هو بتاع المذبح بقى الفشه والكرشه والحاجات دي، دايما الناس اللي هي ايه الكيوت شويه بيحبوا دايما الكفته. طيب هنعمل النهارده الكفته، وكمان هنعمل الطرب اللي منور قدامي. على شوف انا لسه بقول طرب واستاذ بقى الحقني على طول. ازاي تعمليه يطلع شكله حلو؟ على فكره ده مش مشوي على الجريل ولا مشوي على الفحم، ده مشوي في الفرن. بس الفكره في التسويه، حراره شغاله ازاي، في انهي رف، كل الحاجات دي هنشرحها ان شاء الله مع بعض. عجينه الكفته ثابته، يعني الكفته هعملها عاديه خالص الكفته المشويه، وهعمل كمان الطرب. وطبعا زي ما احنا عارفين كده المشويات بتحب الرز البسمتي، وهنحط على وشه كام كفتايه كده لزوم ايه الدلع. مقاديري سهله قوي بسيطه ما فيهاش اي حاجه صعبه. هنعمل الكفته تطلع طريه قوي، مش هتطلع معاكي ناشفه ولا بتشد. شايفين يعني انت بقى ايه، اعملي لهم الحاتي في البيت بدون ما تشتري من بره، مش بس في العيد، ده على طول الخط. طيب تعالوا بقى سريعا نقرا المقادير ونخش في الموضوع عشان وقت الحلقه ما يجريش مننا بسرعه. طيب تعالوا نسمي بالله ونشوف مقادير كفته الحاتي، مقاديرها عباره عن ايه. معايا نص كيلو لحمه مفرومه، ونقف هنا عند شويه عند النقطه دي. ما ينفعش اروح اجيب لحمه دهونها كتير جدا واقول هتطلع معايا مثلا ملبسه وحلوه وجوسي، ما ينفعش اروح اجيب لحمه حمرا جدا اقول عشان الدهون او عشان ما تفكش. لا، لازم نسبه الدهون في اللحمه بتاعه الكفته ما تقلش عن 20%. فرضا جبت انا لحمه عندي حمرا، هزود عليها شويه ليا، افرم الطرب بتاع اللي هو المنديل بتاع الخروف، يعني المهم ان انا اخلي فيها نسبه دسم، ما ينفعش ابدا حمرا. معايا طفل بصلايه كبيره، ايه هو؟ انا بشرح بقى كل حاجه النهارده بالتفصيل عشان ما حدش يجي يقول لي ايه يا توته طفل البصل اعمله ازاي. معايا بصلايه كبيره بيضه، هبشرها بالمبشره العاديه بتاعتنا اللي هي اللي بالايد، واحط عليها شويه ملح واسيبها في مصفه تنزل كل الميه اللي فيها، تمام؟ لان انا عايزه التفل بس، عايزه البصل بس من غير الميه بتاعته، لو الميه حطيتها الكفته بتاعتي هتفك. يبقى تفل بصلايه كبيره على نص كيلو اللحمه. معايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر او بيكنج صودا، ودي بتخلي الكفته هشه جدا. معايا ملح وفلفل، بهارات لحمه، مكعبين مرق مبشور، تمام؟ ودي بتدي طعم تحفه في الكفته، مش حابه تستخدميها استغني عنها. ربع كوبايه بقسماط او نص رغيف عيش فينو، يعني لقمه فينو كده منقوعه في شويه ميه او لبن وتتصفى، وربع كوبايه ميه والمنديل بتاعي بتاع الخروف اهو زي ما انتم شايفينه كده، بتجيبيه من عند الجزار وما ينفعش تستخدمي مجمد، لازم انك تستني عليه ان هو ياخد درجه حراره المطبخ، لانه لما بيسقع بتلاقيه قافش في بعضه كده وماسك، مش هتعرفي ابدا تتصرفي فيه. فناخد بالنا من الحاجات البسيطه دي اللي هتخلي كفته الحياتي بتاعتك احلى من مليون محل، فلو جربتوها بالطريقه دي هتفرق جدا معاكي. طبعا حبايبي اللي عارفيني ومتابعيني على الصفحه اعتقد يعني خلاص حافظوا الكفته المشويه بطريقتي، بتطلع حلوه جدا باذن الله. طيب رقم واحد عندي هبتدي هعمل ايه؟ هعمل عجينه الكفته اللي هعمل بيها الكفته المشويه وهعمل بيها كمان الطرب. هعمل ايه اول حاجه عندي؟ عندي ادي اللحم، هحط اللحمه بتاعتي. اللحمه بتبقى جايه من عند الجزار مفرومه وش واحد، انا عايزه اديها وش كمان عشان تنعم معايا اهو. حط حته كمان، تمام كده كل المكونات عندي بعد كده على بعض، ما عنديش حاجه قبل حاجه، ودي ميزه برضه يعني الحاجات اللي هي ايه كله مع بعض. وادي بتفل البصلايه، هاخد بس نظره سريعه على الفرن عشان ايه سايبه بقيه الكفته جوه. الريحه مش قادره اقول لكم يعني خطيره فعلا كده. ايه انا قلت اجل السوا بتاع دي كده في الاخر عشان ايه اول ما تخرج من الفرن تشوفوا بقى اللون وتشوفوا الشكل. انا هجيبها لكم هنا تتغزلوا كده فيها اهو، شايفين اللون والشكشكه روعه. حط انا باقي المكونات على بعض زي ما قلنا، ادي تفل البصلايه اهو كده، وعندي الملح وادي الفلفل وشويه بهارات اللحمه، وادي ربع كوبايه البقسماط، وناخد كمان ايه المكعب المرق او المكعبين، وادي البيكنج باودر، ما نسيتش شويه الميه ما تقلقوش لسه هحطه. يبقى عندي حطيت ايه كل المكونات اللي نزلت قدامكم على الشاشه، انا حطيتها عندي على بعض في الكبه، مفيش حاجه قبل حاجه، ودي ميزه عشان ايه يعني ننجز في الوقت بجد. طب مش تقولوا
يلا بينا. يبقى حطيت عندي كل المقادير على بعض، تمام؟ هضربها دلوقتي بالكبه، هديها يعني وش واحد، ما تخليهاش ان هي تنعم قوي عشان ما تلاقيش فكت معاكي وانت بتعمليها على السيخ، ولا تخليها ناشفه قوي عشان برده ما تفكش اثناء السوا. فهنضربها مع بعض دلوقتي اقول لكم امتى توقفي الضرب. تعالوا بقى ناخدها هناك ونقول ازيك يا هنود. صباح الخير. صباح الورد. عامله ايه؟ انت اخبارك ايه يا روحي؟ الحمد لله كل سنه طيبه يا رب وانت طيبه. ايه رايك في الطرب بتاعنا بقى والدلع ده؟ جميل جميل حبيبه قلبي. يسلم لي قلبك يا روحي. تسلم ايدك. انا مبسوطه ان انت بتعملي الحاجات دي والله، عشان ده لسه لسه في فشه وكرشه وكوارع ويعني في حاجات حلوه كتير ان شاء الله. انا مش بس ايوه عشان انا مش بعرف اعملها خالص. ان شاء الله جربيها وتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله يا روحي. يسلم لي قلبك يا روحي. صباحك زي الورد. ركزوا بقى معايا، تمام؟ شايفين الكفته عندي؟ معلش انا هقفل عشان الصداع. اللحمه عندي لفت ازاي كوره في الجنب، الحته دي فاضيه اهو اللي استاذ بقى جايبها لكم. عندي لمت اهي، شايفين الجزء ده؟ خلاص يبقى هي كده عندي اتفرمت، تمام. لما تلاقي اللحمه لمت على بعض وهي بتلف تبقى كده عندي زي الفل وبس خلاص. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي؟ كفته الحيتي في دقايق يعني او في ثواني. ناخد بقى الكلام الحلو ده عندي هناك وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هقول لكم كمان على حاجه اللي هي ايه، خلطه التلميع. وخلطه التلميع دي بمليون جنيه فعليا، بتخلي الكفته حلوه جدا، بتلمع كده وزي ما بناكلها من بره. اول ما بنيجي ناكل الكفته من بره بتحس ان هي فيها لمعه غريبه. طب دي من ايه؟ فاكرين طفل البصليه اللي احنا صفيناه من الميه؟ خدنا الميه بتاعته وحطينا عليها اهي ميه البصل، تمام. عايزه انت تنجزي على نفسك ممكن تضربي البصلايه مع شويه ميه وتصفيها بعد كده، وحته صلصه طماطم كده صغننه وشوية ملح بسيط مش كتير عشان الكفتة أصلا بتاعتي فيها ملح، وآدي شوية فلفل. شوفوا بقى اللون بتاعها هيبقى حلو ازاي وأنا بشكل الكفتة أهي. إيه السهولة دي بقى؟ الموضوع سهل جدا. طيب هعمل إيه؟ أولا الأعواد بتاعت الشوي بتاعتي لازم تتنقع 10 دقايق في مية مغلية لحد ما تطرى شوية. الخطوة دي بتفرق عشان ما تخليش العود بتاعي يتحرق. يعني بصوا شايفين الكفتايه بغض النظر انها استنى شويه صوص بقى كده عشان يبقى الدلع كله. العود بتاعي اهو مش محروق، شايفينه اهو؟ ده عشان انا نقعتها العود بتاعي في ميه مغليه ربع ساعه. فخدوا بالكم برده من الخطوه الصغيره. باخد بقى شويه من الخلطه بتاعت التلميعه دي بايدي كده وابتدي اعمل كده. بصوا بقى كفته متماسكه ازاي، شايفين ما شاء الله. وابتدي انا ممكن احط اتنين كمان عشان تبقى ايه ماسكه نفسها شويه. بعمل كده اهو. اي نوع كفته بتعمليها لازم تدخل تشمع في الثلاجه، سواء عجينه سواء متشكله اهو. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ زي الفل، ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه، تمام التمام. هرصها عندي اهو في الصاج. تعالوا نعمل واحده كمان عشان عايزه كمان الحق اعمل معاكم الطرب. باخد اهو من الخلطه بتاعت التلميع الحلوه، اعمل كده على الستكس واخد عجينه الكفته اهي. لو جربتي بقى يعني حتى لو انت مثلا ما شاء الله في عيله كبيره مثلا في العيد او عامله عزومه هتعملي اكيد مثلا كميه كفته كتير او كميه طرب، فانت جربي بقى ايه، خليكي نصحه، جربي في نص كيلو كده قبل العيد. انا قصدت ان انا اعمل حلقات العيد بدري شويه عشان ايه تجربي في نص كيلو حتى للولاد وتطمني وتبقي عامله الاكل كده وفي بطنك بطيخه صيفي. طب عايزه اعمل شكل بقى زي بتاع الكبابجيه كده وادلع الامور، هعمل كده. شايفين زي الكباب التركي اهي، شايفين؟ انتوا بقى يعني عيشوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله يا رب دايما. شكرا. يسلم لي قلبك. قولي لي عندك اي سؤال؟ لا شكرا. صباحك زي الورد يا روحي. يسلم لي قلبك. طيب بصوا بقى الطرب بتاعي بقى، ركزوا بقى في التكه دي، يمكن دي مختلفه عنكم شويه. انا هعمل ايه، هنزل قطعه الطرب بتاعتي ودي اختياري، يعني الخطوه دي اختياري والتقطيع كمان اختياري. يعني انا مقطعاه تقطيعتين. بصوا دي كبيره اهي، شايفين دي كبيره اهي ودي صغيره. انا بالنسبه لي يعني هنعمل دي عشان ما تبقاش كتير قوي، بنزلها في الخلطه دي واشوف برضو النار عندي انا عايزه اسوي سخنت جدا. هجيب بقى كام واحده ايه طرب كده انا كنت مجهزاهم قبل الهوا اهم، على طول على طول على طول، ونروح نازلين بيهم فين؟ هنا اهو.
يفضل انك بعد ما تلفيه الطرب يريح في التلاجة نص ساعة عشان يبتدي اللحم يمسك في بعضه، تلاقي ان الطرباية كده بعد السوا مظبوطة. طبعا عايز تشويها على الفحم ممكن، مفيش مشكلة يعني، دي بتاعتك انت. طيب هنعمل ايه؟ ادي نزلتها هنا كده، هاخد بقى قطعة من اللحمة وعاملها بقى مش على سيخ، تمام، هعملها كده ايه يعني اي شكل اهي كده مثلا، نعمل كده واروح واخدة ايه الخلطة الحلوة دي، شايفين انا بعمل ايه اهو، اروح لفاها كده. طيب الحروف دي عندي لو في الشوي هتتبهدل، بعمل ايه؟ بروح مدخلها كده، لف بس دي واروح مدخلها كده والف كويس قوي، نقفل بس دي كده كويس اهو، شايفين القفله دي؟ دي هتفرق جدا، انك اهي لو جيتي انت شويتيها وسايبه دي بره هتلاقيها اتحرقت، شايفين اللي انا مجهزاه قبل الهوا مقفوله كلها محكومه، فهتلاقي ان انت بعد السوى اللي مفيش نقطه هتخرج بره، ولا هتلاقي ان الطرب شكله مش مظبوط اهي، شايفين شكلها مظبوط ازاي؟ زي الفل. الخطوه اللي انا عملتها كمان بتاعه ان انا نزلت الطرب ذات نفسه في الخلطه دي هتخلي الطعم حلو جدا عن لما بيكون دهون بس في دهون. ممكن كمان اعمل كده اهو، شايفين، وتترص عندي تمام التمام. عايزه تسويها في الفرن تسويها عندك على الطاسه زي ما انا عامله كده في كام واحده دول، بس دول مريحيهم، لازم لو هتعملي على الطاسه يبقى لازم تريح. طب تعالوا نعمل واحده كمان اهو، ناخد قطع نعمل ايه، ننزلها عندي هنا، شوفوا بقى السهوله، شوفوا الموضوع سهل ازاي، واخد قطعه من الكفته، كفته عندي او الطرب لازم تدخليها تريح الثلاجه يعني نص ساعه لو مستعجله قوي 10 دقائق فريزر عشان تطلع مظبوطه معاكي وزي الفل. بعمل كده اهو، اظبط بس الكفتايه واخد الطرب، هقرب بس دي كده واروح ايه عامله كده، وادي الكفتايه اهي نحطها كده واروح لف، شايفين دي كبيره كمان شويه، والخطوه اللي قلنا عليها اللي هتظبط عندي الشكل لازم اعمل كده اهو، شايفين مظبوطه ازاي. الناحيه الثانيه برضو اروح عامله كده، ادخلها لجوه بس خلاص بقت مظبوطه عندي وتمام التمام، ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه اهي، شايفين. لو هتعمليها بقى في اسياخها على الشوي عادي، هتدخلي السيخ على طول من هنا وتظبطي بس الاطراف وخلاص يبقى الموضوع جاهز معاكي. يبقى عندي اهي دي كده الكفته، شايفين اهي، وده الطرب. ممكن نعمل كمان واحده كفتايه كده عشان كمان اسوي اللي هناك ده، ما سيبوش كده عشان ما يتحرقش اهي. شوفوا والله الموضوع سهل جدا، الفكره كلها بس انك ايه تاخدي الخطوه. دايما الناس بتشتكي من موضوع الكفته المشويه ده، تقول لي يا توته الكفته بتفك، اظبطوا المقادير امشوا بالظبط اهو، ولا ريحتها وفكت ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه، متماسكه وزي الفل. ونروح حطيناها هنا اهي، يبقى عندي عملت الشكل اللي قلت لكم عليه زي التركي كده، ودي الشكل العادي. عايز تعملوها بقى دي تعمليها دي براحتك انت. تعالوا بقى نلم كده حاجتنا ونبتدي نقدم الاكل بتاعنا ونشوف عملنا ايه النهارده. ولو ممكن يا استاذ بقى كده ناخد المقادير على الشاشه سريعا عشان حبايبي مش بيلحقوا يصوروها في الاول، شايفين، بس انا عايزه اوريكم اللون الريحه يعني الله يكون في عونهم هنا. انا هوريها لكم، بصوا اللون عامل ازاي، شايفين الدلع، ولا اجدعها حياتي اهو، يعني الريحه خرافه، وعلى النار يعني، ما ولا بقى فحم ولا لسه مين هيدق الفحم، طب مين هيهوي الخناقه بتاعت الشوي بتاعت العيد دي، ان دايما ندبس حد كده في الشوي، فالموضوع سهل اهو، على طاسه البوتاجاز ولا دخان ولا كركب. عايزه انت بقى تظبطي الموضوع او تخلي الموضوع يعني احلى واحلى، اديها فحمايه يعني، انا ايه لو انا كان عندي وقت كنا ممكن نديناها كمان فحمايه عشان تعمل دخنه كده، قال يعني ايه انت شوياها عند الفحم على الفحم. هعمل كمان حاجه دلوقتي معاكم ونفسي هفاني عليها من اول الحلقه، بس قلت ايه همسك نفسي لحد ما ايه ما الموضوع يبقى معاكم يبقى قدامكم اهو. نلبس الجوانتي عشان هعمل ربع رغيف. يا صباح الورد، ازيك يا توته؟ ازيك يا روح قلبي، ايه يا اختي الجميل ده، ايه رايك بقى دي؟ والله الطرب عايزك. بس انا زعلانه ان انا ما شفتش الحلقه بتاعت الممبار والناس كلها بتتكلم عليها. حبيبه قلبي عيوني. طيب لا ممكن انزل لك المقادير على الشاشه واقول لك عملنا ايه سريعا، تمام؟ ماشي يا حبيبي، ماشي يا روح قلبي، يسلم ايديك، يسلم عيونك يا روحي، الحاجات الحلوه بتاعتك، يسلم لي قلبك يا روحي، ربنا يخليكي، صباحك زي الورد الله يخليك، يسلم لي عيونك.
شوفوا بقى يعني حاجه كده من الاخر. بياخد على النار قد ايه؟ طيب بياخد حوالي يعني مش كتير 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي ويبقى تمام التمام. هنعمل ايه ده؟ خلاص بقى هشيله دلوقتي كده ندخله الفرن زي ما قلت لكم. هياخد يدخل فرن سخن على 180 الكفته او 200 لمده ربع ساعه. الطرب بيدخل على فرن 200، الرف الوسط شغال من فوق ومن تحت عشان ما تلاقيش ان رمى دهون. لما بيجي بيتشوي كل الدهون اللي فيه بتنزل على الفحم، فبالتالي انا هعمله في الصينيه، مش عايزه الاقي الموضوع ان يعني الموضوع بقى ميه في ميه كده من الدهون. فلازم الفرن يبقى سخن جدا، حطيه على لحم الفرن من تحت او الرف الوسط بس نزليه لتحت. هشوف الميكرويف فيه خناقه من الواضح. مش بقول لكم في خناقه؟ انا عملت ايه بقى؟ شويه الدهون اللي نزلت عندي من الطرب هدهن بيها الكفته. تمام كده الموضوع هيبقى اوفر دهون شويه، بس ده العيد يا جماعه يعني معلش. تعالوا الاول نلمع الكفته بتاعتي كده دي اهو. الناس اللي بتخاف من الكوليسترول العالي زمانها دلوقتي ايه يعني بتستغيث. حاجه بسيطه كده يعني عشان تلمع معايا وتبقى تمام التمام اهو. واخد برضو ايه المع دول عندي وهقطع معاكم حته من الطرب لازم عشان تشوفوا من جوه مستوي ازاي وشكله يجنن. وريح طبعا انا شم الريح. يبقى قلنا الطرب يدخل فرن سخن على 200 شغال من فوق ومن تحت لمده يعني 15 20 دقيقه. الكفته نفس الكلام بس 180 يعني بلاش 200 وممكن تحطيها على الرف الوسط شغال من تحت فقط. تعالوا بقى نقدم الكفته اهو كده على الرز البسمتي الحلو بتاعي ده. طبعا مقاديره اكيد حفظتوها لاني نزلتها كتير جدا على الصفحه قبل كده، وتفتكروا كمان عملناها مع بعض كتير في البرنامج، فعشان ايه برضو هنزله لكم ان شاء الله في البوست بتاع بالليل عشان تقدروا ان انتوا تعملوه. ادي اهو ناخد واحده كده وادي واحده كده اهو وخلصت الكفته. احنا كمان نشيل ده شويه خضار مشوي بقى ربع رغيف كده بشويه سلطه الطحينه ويبقى الموضوع عندي زي الفل. شوفوا بقى الفكره، استنى ان انتوا ترجعوا لي عشان اقول لكم على تكايه مهمه جدا. الخطوه اللي انا عملتها بتاعت القفل بتاعت الطرب بصوا عندي شكله مظبوط ازاي، يعني فاهمين الفكره اهي. ما خرجش منه، بصوا الناحيه الثانيه اهي كمان ما خرجش منه نقطه طرب. دايما الناس لما بتعمل الطربه بتلاقي الطربايه كده منكوشه او المنديل مش لافف عليها، فخطوه ان انا ادخله من الحرف دي بتفرق جدا. ده لسه طبعا قدامه شويه سوا. تعالوا بقى نحط شويه خضار المشوي اهو يظبط عندي بصلايه حلوه كده وادي كمان طماطمايه اهو عشان الالوان اهو. دلعي بقى ايه طبقك، يعني خلي الموضوع كده ايه مش بس انك بتقدمي من الصينيه وخلاص، لا يعني دلعي الطبق عشان بيفرق والله. ادي كمان اهي تعالوا بصلايه هنا، ادي بصلايه كمان، حط طماطميه مثلا هنا اهو. شايفين الشكل؟ هيبقى فيه خناقه بعد الهوا اهو. انا حاطه عيني على واحده طرب انتوا احرار عشان بس ايه. تعالوا نكمل دول كمان اهو، حط بس كام واحديه كده وبس. هعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ الخطوه اللي انا عايزه اعملها من ساعه ما بدات الحلقه هقول لكم حاجه بس مش هقولها قدامكم. هو ممكن والله لو في وقت نقطمها كده سريعا اهو، وده كمان عمال يتحمر الريحه والله ما قادره اوصف لكم. وفي البيت يعني انت لو عملتيه في البيت خلاص بقى ما حدش يتوقع بقى إيه ان ايه. ماشي حاضر نحط دي كده ها. طنط خديجه، طنط خديجه يا طنط هلمى قدير وسط بقى انزلها لك على الشاشه عشان تقدري ان انت تصوريها على طول وبس كده. هدي بقى النار كده على ده وهعمل ايه دلوقتي؟ الخطوه اللي انا عايزه اعملها من ساعه ما جيت. استنى يا استاذ سباعي عشان ايه عيني على واحده طرب. هقول لكم بقى استنى خد ربع رغيف كده يا رب يتفتح. هعمل ايه بقى؟ بصوا انا هاخد واحده طرب، انا عيني على واحده من ساعه ما بدانا اهو. تمام طربايه اهي، شويه طحينه
العيش طلع كبير او تشيل دي اهي. بصوا بقى والبقدونسية تحت عاملة شغل، انا عايزة اقطم نقطم اهو. تعال يلا بسم الله يلا. مش شكر في اكلي والله. بصوا من جوه يعني بصوا طرية جدا، الطرب مغلف من بره واخد طعم يعني. بصوا انا عايزه بس ايه، بصوا بتتفك ازاي من بعض، خرافه. هناخد فاصل حالا عشان اكمل اللقمه دي واصور طبعا الحاجه ونزلها على البيج عشان تقدروا ان انتوا تجربوها. بس قبل ما ناخد فاصل ما تنسوش تخليكم معانا عشان لسه في فقرات تانية. ناخد فاصل ونرجع لكم على طول من تاني. فاصل ما غبناش عليك وهنتكلم النهارده على حاجه كلنا بنعاني منها كامهات والله. ناس كتير او معظم الستات دايما بيبقى عندها مشكله بواقي الاكل، يعني ماشيين بمبدا ان انا الطبق اللي فيه حبه صغيرين ما ينفعش ان انا ارميه، لازم اكله. ولادي فاضل منهم مثلا شويه في الطبق، لا حرام هنرمي الاكل فبناكله. وطبعا كل اللي بناكله ده مش بيتحسب ابدا من سعراتي او مش بيتحسب من ضمن الوجبه بتاعتي، وجبه الغداء. واحنا بنطبخ بندوق، يعني احنا واقفين كده في المطبخ اكيد شغالين يعني عشان نشوف الاكل استوى، الطعم ايه نظامه. يا ريت بتدوق معلقه، لا ده بيبقى طبق كده بنغرف طبق عشان نشوف انا الاكل مستوي او طعمه مظبوط ولا محتاج حاجه. كل ده بيسبب زياده الوزن، يعني بواقي الاكل بتسبب زياده الوزن، النقنقه في وسط اليوم بتسبب زياده الوزن، الدوقان وانت بتطبخي بيزود برده الوزن، بيبقى بوابه كبيره جدا للامراض احنا في غنى عنها. طبعا كل ده هنلخصه او هنقدر نحله من خلال منظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. بتقدم دايما كورسات بتساعد في التحكم في الشهيه بدون حرمان، بدون اي اثار جانبيه. كل الفئات العمريه تقدري ان انت تحلي مشاكلها، يعني تقدروا ان انتوا تحلوا مشاكلها عن طريق الكورسات الكتير الموجوده من خلال منظمه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. وهنعرف طبعا ده اكتر واكتر من خلال الدكتور خالد احمد غزالي استشاري النباتات الطبيه والممثل لخبيره التغذيه لمنظومه خبيره التغذيه دكتور دعاء سهيل. ارحب طبعا بدكتور خالد ده. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا ربنا يا رب دايما بخير يا رب. ربنا مشكله الدوقان او النقنقه زي ما بنقول كده، ان انا ايه هدوق المحشي فغرف لي 5 6 10 صوابع عشان اشوف اذا كان استوى ولا لا. فدي كارثه، ده سعرات كتير طبعا. اكل في وسط اليوم مش محسوب سعراته، في الاخر بلاقي ان انا وزني زاد بصوره كبيره جدا. فنحل المشكله دي ازاي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحل الطريقه دي ما ندوقش ندوق على قد، لا ندوق على قد. يعني اقول لحضرتك على حاجه، هو السعر الحراري بتاخديه بيتحسب عليكي بتحسب عليكي. يعني مهما واخداه منين مش مشكله عندنا، واخده من حله محشي، واخده من كوسه مسلوقه، كوسه مسلوقه، واخده من سبانخ، واعتبر ده سعر وداخل جوه جسمك. وانت جسمك له حد معين للحرق. احنا قلنا الحرق ده عباره عن ايه، ليه الواحد بيخس وليه الواحد بوزنه بيثبت او ليه الواحد وزنه بيزيد. قلنا انا لو باخد سعرات حراريه 2000 مثلا سعر حراري في اليوم، ده جسمي عايز 2000 بس. طب حرقت 2000 يبقى وزني ثابت. طب خدت 2000 وحرقت 1000 يبقى وزني هيقل. طب خدت 5000 ومحتاج 2000 احرقهم، يبقى في 3000 سعر حراري زايد، دول بيتحولوا لدهون. دول هيقعدوا على مراوحنا بقى، دول كل يوم بقى خلي بالك بالظبط كده هيكونوا دهون جديده. بالظبط. خدتيهم امتى بقى ال 2000 دول؟ مش مشكله عندنا. خدت ال 5000 امتى؟ مش مشكله عندنا، مش مشكله عند الجسم، بالعكس الجسم عايزك تاكلي عشان تتخني. الجسم بيحب الدهون، بيحب تكوين الدهون، لان ده قلت ده قبل كده، ده رصيده لأيام التجويع وأيام إن الواحد يجوع نفسه أو ما يلاقيش أكل وتفره، هو عايز طاقة مخزنة.
زي البطاريه عايزه طاقه بتخزن طاقه. لو فرغتها هي مش عايزه تتفرغ، كويس، يبقى لازم اشحنها تاني. وهكذا لازم يبقى ايه، لازم يكون عندنا ثقافه ان احنا نحسب السعرات الحراريه وازاي بناخدها. احنا لما جينا عندنا في منظومه الدكتوره دعاء سهيل قلنا طيب احنا عايزين اهم حاجه عندنا مريض السمنه بيبقى عنده شراهه في الاكل. ليه عنده شراهه في الاكل؟ لانه لما كل ما بياكل كتير كل ما السعرات الحراريه اللي داخله جسمه كتير جدا، كل ما بيحصل ان الانسولين بيتفرز كتير لان الجلوكوز بيبقى مستواه عالي في الدم. سكر الدم، سكر الدم لو سكر الجلوكوز، يعني سكر الجلوكوز ده اول ما بيدخل في الجسم، طبعا احنا لما بناكل دهون ما بتبقاش دهون، ما بتروحش الدم دهون، بتروح حاجه اسمها فري فاتي اسيدز او احماض دهنيه حره، دي اول حاجه. طيب الكربوهيدرات او النشويات بتتكسر لجلوكوز، من لي جلوكوز اساسيا جلوكوز، كويس. نفس الكلام بالبروتين، البروتين بيتحول ليه احماض امينيه. جينا احنا دلوقتي اكلنا الاكل بتاعنا فيه سعرات حراريه كتير، في كربوهيدرات كتير، كده دكتور على الاكل العادي، الاكل العادي اللي بنتكلم الدوقان وكل اي اكل، اي اكل هتاكليه لازم يتحول بالطريقه دي. بيبتدي يتحول لجلوكوز. طب الجلوكوز ده لما بيروح الدم بيرتفع مستوى السكر في الدم، فلازم يطلع معاه انسولين علشان يخفضه، يخفض النسبة. الانسولين له طريقتين، يا اما بيسهل دخول الجلوكوز جوه الخلية عشان يبقى مصدر للطاقة، ولو زاد عن كده يبتدي يخليه يتحول لدهون. يعني الطاقة الخلية بتاخد الجلوكوز تحوله طاقة، اللي يزيد يروح معاملاه دهون، يبتدي الدهون. طب احنا اللي بيزيد عندنا كتير بلا عدد عشان كده فالانسولين برضو كمان بيحجب قلنا هرمون الشبع، فالانسان بيحس انه دايما جعان وعايز ياكل. في ناس يا دكتور هقطعك معلش، بس دايما السؤال ده يعني بيجي قدامي، ناس كتير بتساله ان هم بيفضلوا ياكلوا ويقول لك انا ما بحسش بالشبع. يعني انا دلوقتي باكل باكل وقدامي الطبق طبيعي. هقوم عشان زهقت او الناس كلها قامت وانا هفضل على كده، الطبق خلص، الطبق خلص والاكل كله خلص، بس الفكره ان شعور الجوع مستمر. الشبع مش موجود. مزبوط. فدي بتبقى مشكلتها ايه؟ طيب ادي قلنا دي مشكلتها بسيطه. انا قلت قبل كده دلوقتي انا باخد سعرات حراريه كتير، السعرات الحراريه دي لازم الجسم يتخلص الجلوكوز اللي بيطلع في الجسم في الدم، مستوى بيرتفع في الدم مع الاكل، وده اللي بيعمل لك حاله الخمول. لو تلاحظي بعد الاكل تحسي في حاله خمول وهبوط وعايزه تنامي. صح. السكر ارتفع جامد في الدم. السكر بيرتفع بنسبة عالية جدا في الدم. مين اللي هينظم السكر ده؟ هرمون الانسولين. الانسولين ده مين اللي بيفرزه؟ البنكرياس. كده واضحة؟ طيب انا دلوقتي في الهرمون الانسولين بيعمل حاجة من الاتنين، بيساعد على دخول الجلوكوز جوه الخلية، لان اي حاجة بتدخل لازم تدخل جوه الخلية مش جوه العضو. خد بالك ازاي، مش جوه التشو، مش جوه النسيج، لا جوه الخليه نفسها، لان الخليه دي فيها اله الحرق اللي اسمها الميتوكوندريا، كويس. يدخل جوه بيتحرق. طب اللي بيزيد عن حد الخليه بيحصل له ايه؟ بيقعد بيترسب لدهون، يتحول لدهون. طب الدهون دي طيب دلوقتي بقى في كميه، بيحصل حاجه بعد كده بالنسبه للناس اللي عندها سمنه، بيبقى المفتاح اللي بيفتح الخليه عشان يدخل الانسولين جوه كويس بيبقى في وقت خلص، خلاص مش قادر من كتر الانسولين اللي طلع، الانسولين مش قادر يدخل جوه الخليه فبيبتدي ينتشر. دي بيعمل حاجه اسمها الانسولين ريزيستنس او مقاومه الجسم للانسولين، اللي هو المفتاح يضيع. ازاي بالظبط كده؟ زي ما انت بتنادي على حد ومش سامعك، هتفضل تنده من تنده هنا للسنه الجايه. بالظبط البنكرياس بيحصل له كده، البنكرياس اللي هو جوه العضو اللي بيفرز الانسولين كويس، بيقعد قاعد يتكلم ويفرز انسولين والجسم مش سامعه. فبيحصل الانسولين المحشي كابس على مروحه كده يعني الاكل، الاكل الكبير بيخلي الخليه ما تسمعش صوت البنكرياس ده. يعني الناس هتبقى اكيد مبسوطه انها فاهمه اللي بيحصل جوه عشان تخاف، ما لازم كده تخاف. طب الانسولين زاد، الانسولين ده بيروح يحجب عند المخ هنا اللي هو هرمون الشبع، فالانسان ما يحسش بالشبع ابدا، يفضل يقول لك انا باكل كتير باكل كتير ومش بشبع، وعمال اوسع في معدتي. وبالذات برضه طبعا بقى ما هو ده بقى الحاجات اللي بتيجي بعد كده، المعده بتوسع ومستوى السكر بيرتفع في الدم، وابتدي يجي السكر النوع الثاني، وقلنا وانس دايبيتيك وانس هايبر تنسف، اي كل ما واحد يجي له سكر لازم يبقى عنده ضغط كويس، ويبتدي يدخل الحمام كتير، ويبتدي يعطش جامد، ويبتدي بقى اعراض الامراض العيون وامراض المصاحبه للسكر زي التهاب العصب الطرفي والتهاب العينين والحاله الزوجيه. ده كل ده سيكونس اوف ده سكر واحد، ده بتكلم على السكر لوحده، مرض السكر لوحده. تعالي بقى شوفي بقى اللي هيحصل في الكبد، تبتدي تترسب الدهون حوالين الكبد، مينلي حوالين الكبد، واللي بيسببها السكر الابيض.
يعني لو يمنعوا السكر الابيض صدقيني صحه الناس تتحسن. والكرش مش نمنع يا دكتور، هي الفكره ان انا والله نمنع اقلل اصلاب قوي ان حد يقول لك والله لو نمنع السكر الابيض دي بقى انا ما اكلش حلويات ولا صدقيني ولا لو نقدر نمنعه لاي حد بقول له دلوقتي سامعنا على الهواء عندك كرش عندك زياده في الوزن غير انك هتاخد الكورسات بتاعتنا، قلل السكر بطريقه باي طريقه. طب ممكن يستبدلوا مثلا بعسل ابيض؟ انا برضو مش بنحب العسل الابيض قوي برضو لانه فركتوز. بيستبدلوا بايه يا دكتور؟ سكر مش دايت ممكن؟ مش صدقيني الجسم، بص حضرتك اصلا نفكر في جسمنا. انا واحد من الناس، انا هقولها تجربه شخصيه ليا، انا كنت باخد في معلقه الشاي 4 معالق سكر في كوبايه الشاي، في كوبايه الشاي الواحده اشرب 4-5 كوبايات شاي في اليوم. انا بحب الشاي، ما بشربش حاجه سكر لوحدك في حياتي في حياتي ما بحبش حاجه، ما بشربش حاجه غير الشاي او القهوه قليل كمان. يعني الشاي اكتر، الشاي اكتر متعود كده صعيد يعني عليك ازاي. فالمهم ابتديت بقى لا ما ينفعش، تصدقيني دلوقتي مينلي يعني يوم ما باخد نص معلقه كتشاي سكر في الدم في كوبايه الشاي بحس ان الشاي مسكر. اكيد قللت السكر تدريجيا انا يعني مش مره واحده كده، اصل انا في ناس فجاه انا هشيل السكر لا هشيل ده من حياتي خالص، ده حرمت نفسي. انما انا بخليه 4 معالق خليتهم 3 معالق، معلقه 3 معالق ونص، وتاني يوم او تالت يوم خليتهم معلقه 3 والى اخره. صدقيني انا جات لي فتره من الفترات كنت لو حطيتي لي 4 حبات سكر تحس ان هو الشاي محلي، وصدقوني الشاي من غير سكر جميل جدا. هي الفكره التعود، هو التعود الموضوع تعود، وان انا اخد الموضوع تدريجيا ما اجيش مره واحده انا مش هحط السكر خالص فابقى متضرره. لا انا بقول مش حط، انا بقول قلل السكريات على قد ما تقدر، قلل النشويات وبالذات الناس اللي عندها كرش، قلل السكريات. الناس اللي عندها منطقه البطن فيها مليان دهون كتير، قلل السكر على قد ما تقدر، قلل الكربوهيدرات النشويات على قد ما تقدر. خد الكورس بتاعنا وصدقني هو بيساعدك على تقليل كميه النشويات والسكريات اللي بتدخل جسمك، ابعد عن المياه الغازيه. طيب بما اننا جبنا سيره الكورس كويس. الكورس بقى يا دكتور عايز نشرح للناس المحتوى بتاعه، اقدر انزل وقت قد ايه في مده قد ايه، مفيش اي مضاعفات طبعا عارفين لان الناس اكيد حافظت اللي حضرتك بتشرحه أكيد. مش اي مركبات كيميائيه، ان هو واخد كل التصاريح اللازمه فبالتالي مش هيكون في اي عرض جانبي ولا على المدى القريب ولا على مدى البعيد. حضرتك بتشرح لهم الكورس، افكرهم بس بارقام التليفونات والصفحه الخاصه بالمنظومه. طبعا في ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، والصفحه الخاصه بمنظومه خبير التغذيه دكتور دعاء صهيل برده معاكم، الصفحه الموثقه عشان تبقوا ضامنين الكورس وتطلبوه منين لو عايزين تتابعوا او تطلبوا الكورس عن طريق الرسائل، ممكن ده متاح جدا، وممكن برده ارقام التليفونات عشان يبقى الموضوع اسرع بكتير. الكورس بقى يا دكتور المحتوى بتاعه احنا قلنا ايه الهدف؟ الهدف من الكورس او من اي حاجه او اي نظام في الدنيا للرجيم او ان عشان تنقص الوزن هننقص كميه السعرات الحراريه اللي داخله جسمنا. نقص السعرات الحراريه اللي داخله جسمنا اول حاجه نعملها ايه؟ اول حاجه لازم اقفل الشهيه، لان زي ما حضرتك قلتي مريض السمنه عنده شهيه عاليه جدا، يبقى لازم اقفل الشهيه، يبقى اقفلها بنباتات طبيعيه كويسه جدا. تاني حاجه لازم املا له المعده، فبملا له المعده بحاجه زي الاناسيليوم. ده ماده ملقه، ماده ملقه عباره عن داتري فايبر او الياف غذائيه طبيعيه جدا. ده زمان ده زمان، ده الرده دلوقتي ما استخدمش قوي خالص. زمان احنا كنا بنعمل مش حلوه مش زي لا الرده تسد اكتر ما هي ممكن تعمل انسداد في الامعاء على فكره شويه. زي الاناسيليوم مثلا، الاناسيليوم ده من الحاجات الجميله جدا. ثالث حاجه قلنا لازم نخلي حاجه في دهون تكونت مظبوط، يبقى لازم نكسر الدهون دي، نكسرها بانزيم اسمه اللايبيز. طب مين اللي بيفرز اللايبيز ده او يخليه يزيد في الجسم؟ اللي هو الانزيم اللي بيكسر الدهون، حاجه زي الراسبيري او التوت البري. كل الحاجات دي موجوده في الكورسات كويس. ثالث حاجه مثلا عندنا احماض دهنيه ماشيه في الدم كتير، عايزين نوديها المكان بتاعها الجميل اللي بيحب يحرقها، هندي لها حاجه زي الكارنيتين بتدخلها لعضله القلب. عضله القلب قلنا مليون مره بنقول انها بتستخدم الاحماض الدهنيه، ما بتستخدمش الجلوكوز عشان تشتغل، لان عايزه طاقة أعلى من طاقة الجلوكوز. سبحان الله دي حاجة متميزة بيها عضلة القلب. بس كده بالتالي بنخس من 8 إلى 12 كيلو بطريقة طبيعية جدا. قلنا النباتات بتاعتنا نباتات طبيعية منتقاة على أعلى درجة من التصنيع كويس. ان برضو النباتات بتبقى رو ماتيريال او جايه من المكان الحقل، بتتاخد تتنظف هو الى اخره لغايه ما توصل بتعدي على كل مراحل التنقيه، اعلى مراحل التنقيه، وواخده زي ما قلت حضرتك كل المواصفات القياسيه، وواخده التصاريح اللازمه من وزاره الصحه ومن النيتف بتاعتها برضو.
يعني ان شاء الله الناس كلها تكون في احسن صحه واحسن حال ونخس من غير اي مشكله مفيش مشاكل بدون خالص. اي حرمان يمكن الحرمان دي اكتر حاجه مفيش حرمان. اي حد عايز احنا ما عندناش حرمان. انا بقبل لك الشهيه قبل ما تقعد تاكل فبتاكل بالزبط. كميه قليله هنسد نفسهم او هنمنع لا 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 الاكل فبالتالي هيخسوا هنقفل الشهيه مش بلاش تسد النفس دي بس هدي يا دكتور حاجه تسد النفس ان شاء الله يا رب كلهم يتواصلوا مع المنظومه ومع ارقام التليفونات. نورتني يا دكتور خالد وان شاء الله لينا حلقه جايه كتير مع بعض. ربنا يبارك فيك. هناخد فاصل ونرجع لكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل ما غبناش عليكم. اكتر حاجه بنهتم بيها دايما او الستات بتهتم بيها جدا موضوع البشره. دايما لما بنبص في المرايه بنبقى عايزين نشوف بشرتنا صافيه جدا زي الاطفال، ما فيهاش اي حبوب، كلها نضاره، ما فيهاش نمش، ما فيهاش خطوط تعبيريه، وتبقى زي بشره الاطفال. ناس كتير مننا يمكن انا واحده من الناس دي بنجرب نعمل وصفات طبيعيه او وصفه شفتها على النت بس ما بيكونش ضامنين امان الوصفه دي بنسبه 100%. كمان في مشكله ان لازم الاستمراريه، يعني عشان تاخدي وصفه طبيعيه ممكن تكون مش مناسبه مع بشرتك، مكوناتها ممكن كمان تسبب ضرر مش بس ان هي ما تنفعش لبشرتك. كريم بينكي قدر يحل كل المشاكل دي في البشره من غير اي اثار جانبيه، وهنعرف طبعا من المكونات والفوائد بتاعه كريم بينكي من خلال دكتور دينا ابو سعود. رحب طبعا بيها الاول. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا تومه؟ اخبار حضرتك الحمد لله ايه؟ يا حبيبتي يا رب دايما حبيبتي. قولي لي بقى، احنا كستات والله ورجاله دلوقتي بقى يهتموا بموضوع بشرتهم والمكونات او الحاجات اللي بنستخدمها للبشره بتكون مكلفه جدا. صح. يعني بستخدم 4-5 مكونات عشان اطلع بنتيجه بسيطه على المدى البعيد. صح. فكريم بينكي قدر ازاي يحل المشاكل دي كلها؟ كريم بينكي قدر يحل المشاكل دي لان كل الستات دلوقتي بدات تستغنى عن كريم النهار وكريم الليل، سيرم لتحت العين للهالات السوداء، كريم مضادات اكسده، كريم تفتيح، كريم انتي ايجينج، كل الحاجات دي قدرنا نختصرها ونستخدم كريم واحد اللي هو كريم بينكي. كريم طبيعي مكوناته طبيعيه، بيقدر بالكريم ده يغذي جدا جدا لانه مليان فيتامينز، يفتح جدا ويفتح الهالات السوداء، النمش، البقع اللي هيكتر في الشمس دلوقتي لان احنا دلوقتي في فصل الصيف والشمس الثقيله او الالترا فايلت هتعمل تصبغات، فكريم بينكي هيفتح، هيوحد لون البشره، هيغذي، هيقي من علامات التقدم في السن في علبه واحده. حلو جدا. طيب اي سن ممكن يستخدمه؟ يعني اي حد اي فئه عمريه ممكن تستخدمه؟ كريم بينكي مناسب لجميع الفئات العمريه. لو هقول يعني بنصح من امتى، بنصح ابتداء من 20 سنه، وكمان اقدر استخدمه في سن المراهقه لان سن المراهقه الشباب والبنات بيحصل لها تغيرات هرمونيه وبيبتدي الوش يحبب. فبعد ما الحبوب بتروح بتسيب اثار او علامات، فاقدر امحي هذه الاثار والعلامات بمكونات كريم بينكي طبيعيه. طيب مكونات بقى كريم بينكي ايه؟ يعني المكونات اللي موجوده هو بيتكون من ايه؟ كريم بينكي بيتكون، لو هتكلم في الاول، بيتكون من التوت البري. التوت البري بيقدر يفتح جدا، يقدر يشتغل على الميلانين، يقدر يغذي البشره. تاني مكون عندي المستخلص عرق السوس. مستخلص العرق السوس ده سورس اوف برايتنس او منبع التفتيح. عندي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لان فيتامين سي بيقدر ينشط الدوره الدمويه على طول، فبتلاقي نتيجه اول ما بتستخدميه في النضاره. فيتامين سي بيقدر يحفز على انتاج الكولاجين الطبيعي لان بعد سن 25 سنه الكولاجين بيتكسر. اكيد وانس ان الكولاجين اتكسر هيبتدي يطلع لي تجاعيد لو انا ما استخدمتش كريم بينكي ورطبت بشرتي واستخدمت الكريم، لان هو بيحفز على انتاج الكولاجين الطبيعي. عندي فيتامين اي اللي هو فيتامين الشباب طبعا، عندي الامينو اسيدز، عندي كمان داخل كريم بينكي ماده مهمه قوي لاصحاب البشره الدهنيه، عشان كده بقول ان كريم بينكي مناسب جدا لجميع انواع البشره. الماده اللي مناسبه بالاخص للبشره الدهنيه هو مستخلص الشاي الاخضر. مستخلص الشاي الاخضر حرق للدهون، فبيحرق الدهون او بيسحب الدهون الزياده اللي بتعمل لي حبوب، عشان كده بقول باستخدام كريم بينكي اصحاب البشره الدهنيه مع تكرار الاستخدام مش هيحسوا ان في وشهم بينطر حبوب زي الاول. بلس ان مستخلص الشاي الاخضر كله انتي اوكسيدنت، فمضاد للاكسده. طبعا عندي لحاق الصفصاف اللي هو بيعمل ترطيب حلو قوي مع زبده شيا وزبده كاكاو، ترطيب تحفه. مهم اقول ان داخل لحاق الصفصاف ماده بتقشر من غير اعراض جانبيه، هي ماده الساليسين. ماده الساليسين بتزيل الخلايا الميته، بتنقي المسام، بتنظفه، بتزيل السموم والشوائب من غير اعراض جانبيه، فانت على طول في تجدد دائم
مع تكرار استخدام كريم بينك. طيب الاستخدام بقى يعني المفروض استخدمه مره الصبح مثلا ومره بالليل، وهل للبشره بس ولا ممكن اي تاني منطقه في الجسم ممكن اقدر برضو ان استخدمه؟ طبعا كريم بينكي يستخدم للبشره والرقبه، ما ننساش الرقبه واي حته في جسمي غامقه حتى المناطق الحساسه كريم بينكي هاي للتفتيح. يقولوا لي استخدام ازاي؟ لازم استخدمه مره الصبح ومره بالليل. طيب لازم يبقى وش نظيف؟ طبعا يعني مهم قوي ان الوش يبقى نظيف. هغسله بايه؟ هغسله بصابونه بينكي الطبيه. طبعا شركه ميرتي طرحت صابونه 5 انواع. صابونه بينكي طبيه كلها زيت زيتون، واحنا عارفين قد ايه زيت الزيتون حلو جدا للترطيب. طبعا جدا في فيتامين اي. الخمس صابونات عندنا، واحده بالطمي المغربي لاصحاب البشره الدهنيه، عندنا بالعسل والشوفان للبشره المختلطه والدهنيه، عندنا اكسترا هيدريشن يعني ترطيب زياده، دول بقى يستخدموها اصحاب البشره الجافه اللي هي الصابونه اللي بالويت جيرم اويل او زيت جنين القمح. عندنا طبعا كمان بالريكروش اكستراكت، او لو عايزه افتح اكتر عندنا صابونه بالعرق السوس وصابونه بالتوت المغربي، وعندي صابونه تحفه بالفحم دي ديتوكس. ودلوقتي الفحم بقى يخش في حاجات كتيره جدا فعلا الفتره الاخيره، فالفحم دي لجميع انواع البشره. فانا هعمل الاوردر بتاعي بكريم بينكي وبالصابونه الطبيه، الست تقدر تختار الصابونه اللي تحتاجها. طيب يقدروا يتواصلوا عن طريق صفحه الفيسبوك اللي لسه كنا شايفينها دلوقتي على الشاشه عشان تقدروا انكم تطلبوا المنتجات. ومش بس على فكره، في منتجات تانية كتير خاصه بالشركه، فبالتالي هتقدروا تلاقوا حاجات كتيره جدا موجوده على الصفحه، او طبعا ارقام التليفونات تقدروا تتواصلوا من خلالها. صح. طيب الاحظ نتيجه بعد قد ايه بقى يا دكتور دينا؟ هشوف نتيجه النضاره اون ذا سبوت على طول، هشوف نضاره لان الفيتامين سي والفيتامينز وكده بتغذي البشره جدا. التصبغات والتفتيح بشوف اكيد نتيجه في خلال شهر، يعني انا بقول مش ممكن هيبقى عندي بقع هحط كريم بينكي هصحى من هلاقي او اي كريم في العالم بالزبط. مش بس كريم بينكي بالزبط. اصحى الاقي ان لا مفيش حاجه اسمها كده، فلازم اصبر. كل اسبوع بشوف تحسن، من اول شهر هشوف نتيجه ممتازه وكل شهر هشوف نتيجه احسن. انا بقول ان كريم بينكي استخدمه كلايف ستايل. اولا سعره تحفه، سعره حلو قوي، هنتكلم على طريق الرقم وهنعرف الاسعار. كريم كله فيتامينز ومواد طبيعيه، فمفيش اي اذى، بالعكس اولا مرخص من وزاره الصحه المصريه، وانا كل ما هستخدمه كل ما اشوف نتيجه احلى. اكيد طبعا الاستمراريه كمان مهمه جدا، مهمه قوي يا توتا. وطبعا انا عندي حجمين من كريم بينك، الحجم ال100 مللي ده للبشره وكمان للجسم، عندي كمان حجم 50 مللي عشان يتحط في الشنطه. يعني انا نازله في الشمس بالسبع ثمان ساعات لازم اعرف ده بشرتي، فمش هاخد العبوه الكبيره، هاخد العبوه الصغيره ال50 مللي واحطها معايا في الشنطه. هي الفكره ان كمان دي هتبقى مناسبه لو حد يعني عايز فعلا هيتنقل من مكان لمكان، مسافر مثلا كام يوم، فمش لازم ياخد العبوه الكبيره عشان ما يلخمش نفسه ويسحب الشنطه. الفكره كلها ان انا في ناس يا دكتور بتقول لك انا هحط الكريم وهحس بنتيجه لحظيه وبعد كده هتروح. في كريمات فعلا بنشوفها كتير في السوق، ان بس مجرد ما احطيه وشي منور وفاتح نص ساعة وتلاقي وشك طفى تاني. اعتقد ده مش موجود في بينكي. لا لا يعني لا نتيجة لا. مستمرة استمرار، وكريم تحفة واثبت نجاح كبير قوي، وكل الستات من جميع انواع البشرة وجميع الاعمار شكروا في هذا الكريم. وده انا لمسته يعني فيس تو فيس، حتى لما بنزل الشارع ستات كتيرة جدا دلوقتي خلاص بقى كريم بينكي معاهم على طول. فلا يمكن ده يحصل، بالعكس كل ما هتستخدمي كريم بينك كل ما هتلاقي نتيجة احلى واحلى. نتيجة احلى. طيب الناس اللي بتحط ميك اب يومين زي حالاتي كده شغلها دايما لازم تحط ميك اب، فبالتالي هل ممكن احطه ترطيب قبل الميك اب ولا بيكون في اي مشكلة؟ بالعكس انا بنصح ان انا استخدم كريم بينكي قبل الميك اب. انا لا يمكن احط ميك اب غير وانا مرطبه بشرتي، لان بشرتي شويه جافه. لو البشره الجافه حطت ميك اب من غير ما تستخدم كريم بينكي او الكريم المرطب هتلاقي الشكل بعد 5 دقايق صعب جدا، صعب، وهتلاقي وشها فيه قشر بالظبط من الميك اب وشها مشدود. فلازم طبيعي ان انا ارطب بشرتي. وكمان كريم بينكي بيعمل طبقه عازله من اختراق الميك اب للبشره، عشان بقاش الموضوع الميك اب ملامس للبشره على طول، دي بتعمل مشاكل كتيره جدا. اعتقد يعني مميزات بينكي كتيره مش هتلحق نخلصها في حلقه واحده، بس اكيد لينا حلقه جايه كتير مع بعض يا دكتور دينا. ان شاء الله يا توتا تفيدينا اكتر حبيبه قلبي، نورتيني، وان شاء الله يا رب حلقه جايه كتير مع بعض ان شاء الله يا